خطوبة أسامة وشيرين من الشائعات للتسريبات. كنا نتكتك تفاصيل جدا دقيقة، كلهم تكتك استراتيجي. بحبكم كتير، اوكي الكل رح يكون مبسوط ان شاء الله. انتو الكل عمال يقول لي نزل تسريبات نزل تسريبات. مرحبا، اكيد الكل سامع عن خبر خطوبة أسامة مروة وشيرين بيوتي اللي صارت حديث السوشيال ميديا، خصوصا بعد انتشار صور مسربة من الحفل. طبعا الشائعات كانت موجودة من قبل. عبالك عبالك عبالي ان شاء الله ان شاء الله. انك رح تصير عريس 2025. انا حصير عريس 2025 يا رب. والله العظيم اللي ابعت لها هلا لشيرين اللي خلصونا من هالموضوع، ولا اسامه نفس الشيء عم بتفكر ب شيرين كزوج. بس هالمرة التسريبات هي اللي حسمت القصة وأكدت وجود احتفال حقيقي بين الاثنين، وكل الصور بتروح بأجواء عائلية خاصة. والفكرة إنه هالتسريبات كانت زي الخبطة الصحفية للمتابعين اللي صاروا يحللوا كل صورة وكل همسة، وبلشوا يسألوا عن مين ممكن يكون وراء هالتسريب، خصوصا انه الصور واضحة انها ضعيفة الجودة ومن بعيد، وهذا بيرجح انه شخص قريب من العائلة كان موجود بالحفل وصور ونشر الصور بدون اذن. اول شيء لو نيجي نتأمل بالصور المسربة بنلاحظ انها ضعيفة الجودة وملتقطة من بعيد، وهذا بيأكد انها مش متصورة بكاميرا احترافية او من شخص غريب دخل الحفل. من الواضح انها من جوال حدا كان موجود وقريب من العائلة، يعني واحد من القرايب، لانه مش منطقي يدخل حدا غريب يصور هيك صور بدون علمهم. تسريب الصور بهالطريقة مش جديد على السوشيال ميديا، يعني إذا بنطلع على أمثلة من مشاهير عالميين زي خطبة جاستن بيبر، نفس الشيء صار معهم لما تسربت صور من الحفل. هالنوع من التسريبات عموما بيحمل طابع جذب الانتباه، لأنه الصور بتكون غير رسمية وبتزيد من فضول الناس حتى يعرفوا القصة الحقيقية. ومن أول الناس اللي علقوا على التسريب كان صانع المحتوى إسلام أفرا، اللي ظهر بفيديو واضح عليه الحيرة والسخرية بنفس الوقت. علق بلهجة مضحكة إنه أنت الكل عمال يقول لي نزل تسريبات نزل تسريبات، خلاص انا ما فينا انزل حاجة، انا مش هينفع انزل حاجة، كنت هنزل وتعلم انزلش خلاص، بس واضحة. وانتوا اوريدي في تسريبات نزلت، مش عارف انتوا جبتوها ازاي. انا الناس عمالة تبعت لي صور دلوقتي، انتوا ازاي جايبينها انتوا ازاي جايبينها؟ انا ما اكدتش اي حاجة. اللي عمالين يقول لي كفو انت اكدت، اكدت ايه؟ انا بقول انتوا ازاي جايبين الصور دي، جايبينها من فين؟ مين اللي نشرها؟ مين؟ ما اكدتش اي حاجة. بيقول لي ما شاء الله باين عليك ما بتعرفش تكذب. طب ما انا طبعي دايما بضحك يا جماعة، المفروض اعيط؟ كل واحد فيها عامل المحقق كونون، واللي عامل لي فيها ايلون ماسك. مش عارف. تعليقه هذا خلى المتابعين يضحكوا ويزيدوا تفاعلهم، لانه حسسهم انه الموضوع غامض وكانهم بيدوروا على لغز. ردت فعل اسلام افرو اعطت القصه دفعه اضافيه، والناس استمتعوا بالفيديو وشاركوه بزياده وخلوا التسريبات تنتشر اكثر. وهذا يعتبر مثال على كيف ممكن رده فعل بسيطه من مؤثر تزيد التفاعل وتخلي الناس تتفاعل مع القصه بطريقه ايجابيه وكوميديه. يعني تخيلوا اسامه يخطب ومهاز من الخطبه، اكيد الخطبه هتكون تحت اسامه فيها كل اصحابه اكيد، يعني خصوصا الناس اللي بحبهم. يعني ان شاء الله هيك الله يفرحنا فيه عن قريب. هاي سناب شات، كيفكم؟ شو اخباركم؟ والله ما بعرف بدي احكي. المهم بحبكم كتير، اوكي الكل رح يكون مبسوط ان شاء الله. اذا بدنا نفهم تاثير التسريبات علميا بنحتاج نرجع لعلم النفس الاجتماعي اللي بيحكي عن قوه التسريب في تعزيز الفضول والتفاعل. الناس بطبيعتهم بيحبوا يكونوا شركاء بالحدث، خصوصا لما يكون الحدث وراء الكواليس. المتابعين بيفكروا عندنا معلومه سريه، وهي الفكره بتعزز احساسهم بالمشاركه والانتماء للحدث. الربط هذا توقع جزء من الحياه، حتى على مستوى ممثلين على مستوى لعيبه كره قدم. ليه هو برايك؟ صراحة ما عندي أي فكرة. إحنا قراب، حتى هو كمان قراب على عائلتنا، قريب على عائلتنا. كمان في علم النفس بيحكوا عن مبدأ كرة الثلج اللي بيقول إنه أي تسريب صغير بيبدأ يكبر وينتشر بسرعة، لأنه الناس بتضلها تشارك وتضيف عليه وبتحس إنها جزء من القصة. ترند الموسم، خطبوا 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 11 11، ورا ربعي 11 11، خطبوا مبروك. وكمان بيحكوا انه لما يكون التسريب مش كامل بصير الجمهور بحالة ترقب دائم، وهذا اللي بيخلي الموضوع يتفاعل بسرعة غير طبيعية. رح يكون في خطبة هالسنة كمان غيري انا وناري، نعم او لا؟ هل بتحسي رح يكون في خطبة؟ نعم. مين؟
كل العيلة هي طالعة من الهائلة على نفس الشيء جلال وقت قال ما في وما بعرف وما قلت له قول نعم أنا كمان بقول نعم إن شاء الله ما في نذكر أسامي صح؟ لا هلا حبيبي أنا أنت عم بقول يا نعم أو لا هي ما بتفرق بس 163.2 أحسن يوتيوبر 163 نو أنا 163 وهلأ بدنا نرجع لورا شوية الشائعات بلشت تقريبا من سنة لما صار أسامة وشيرين يظهروا بفيديوهات مشتركة سواء على تيك توك أو يوتيوب عادي طلع شريكة حياتك المستقبلية على السوشيال ميديا yes. عادي yes. الجمهور من وقتها بلش يحكي عن قصتهم خصوصا أنه كانوا دايما متواجدين مع بعض وكل شوي كانوا يلبسوا أشياء متشابهة وأي صورة أو أي تعليق مشترك كان يزيد من الشكوك فان بيجز صفحات الأخبار جماعة جد وصلت لدرجة أني لما أكتب على اليوتيوب خطوبة وألف بيطلع لي أسامة مروة في فيديوهات صارت تنزل على الموضوع حتى أنه أسامة في بودكاست سابق صرح أنه الشريم من الأسماء اللي بيضل يصير في ربط فيه خلينا نقول تيجي فترة بيصير الناس يصوروا مع بعض بيصير في كونكشن بس كيف بدي أقول لك كل ربطه بتيجي من وراء موجة شغل هل هي صدف هل هذه صدف بس الجمهور ما كان مقتنع الشائعات استمرت وكان كل تصرف بسيط منهم يتفسر على انه دليل اكيد على وجود علاقة لحد ما اجت الصور المسربة وخلت الشكوك كلها تتحول لحقيقة واخيرا الحدث المنتظر صار بعد الكثير من القيل والقال والدراما اللانهائية للبست شيرين بيوتي خاتم خطوبة أسامة مروة بعد ما سبقوا لبست جاكيته بعيد ميلاد الأخير العلاقة اللي حاولوا الكل يخلوها بعيدة عن السوشيال ميديا لفترة طويلة كانت من أكثر العلاقات المفضوحة واليوم خبر خطوبتهم مش مجرد خبر عادي لأنه وصل للترند بأسرع وقت وخلى الناس كلها تحكي وتناقش وهالنوع من الأخبار عن المشاهير بيجذب الناس بطريقة كبيرة الفانز صاروا بيتفاعلوا مع كل صورة وكل تعليق ويعملوا منه قصة أو تحليل Thank you so much. Amazing. They'll be my partners for the trip. Station تشيرين. وكل حدا صار بده يعرف كل التفاصيل. تفاعل الناس ما كان بس بين جمهور أسامة وشيرين. التفاعل امتد وصار يشمل كل المتابعين على السوشيال ميديا. حتى اللي ما بيتابعوهم صاروا مهتمين يعرفوا القصة. وهذا النوع من التفاعل أضاف آلاف المشاهدات لحساباتهم. لأنه كل حركة وكل تصريح بيجيب مشاهدات ضخمة. وهيك بيزيد انتشارهم أكثر. أجد وصلت لدرجة إني لما أكتب على اليوتيوب خطوبة وألف بيطلع لي أسامة مروة. بعد كل هالتسريبات والضجة الكبيرة الكل ناطر الفيديو الرسمي اللي راح ينزلوه أسامة وشيرين اللي ممكن يكون فيه كل التفاصيل من لحظات الحفل ولحظات البروبوزال ويمكن حتى يحكوا لنا عن كيف خططوا لكل هالشغل بسرية وكيف كانوا يحافظوا على خصوصية القصة أكيد هالتوقعات عالية والجمهور متحمس يشوف الفيديو والمهم إنه هذا الفيديو راح يكون واحد من أكثر الفيديوهات المنتظرة ومتوقع إنه يكسر أرقام المشاهدات من لحظة ما ينزل وفي نهاية الفيديو كيف بتتوقعوا أسامة وشيرين يشاركوا هاليوم المميز مع الجمهور شاركوني توقعاتكم بالتعليقات وخلينا نشوف مين رح يكون عنده تحليل دقيق أكتر احكولي توقعاتكم سلام